حمزة زياد عصافري، طالب من جامعة بير زياد، معي مرض خطير من الدماغ. أنا معي مرض من 9 سنين، طبعا المرض أثر على مشيتي ونظري والسمع والتنفس. إلى 9 سنين ما تعالج بها ناس عن كلام، ما انقطعتش عن العلاج. أنا كنت راسم هدف إنه أكمل مسيرتي التعليمية، مسيرتي التعليمية وأنا مبسوط الجامعة كملت لي عندهم، وبتمنى من الدكاترة ومن الجامعة إنهم يهتموا فيه بهذا المجال. من أحاول أطور حالي بعلم النفس، لأنه أنا صار عندي خبرة من قدر ما حكوا معي أطباء علم النفس، وأنا حابب إنه أساعد ذوي الاحتياجات إني زي حالي، والحمد لله كملونا من جامعة. بالتخصص اللي بنحبه، وإن شاء الله رح نمنح فيه.